يلا نحارب نحارب من أجل البقاء، من أجل طحن الدهون، نحارب يا جماعة لإلغاء الكرش، لحرق الدهون. إنها الكرش يا سادة، الكرش التي أبكت الملايين. سلام يا جماعة، شخباركم؟ إن شاء الله طيبين، واجيكم بلعبة مغامرات جديدة. قبل أن نبدأ شباب، لا تنسى لك تفعيل جرس التنبيهات، وإذا ما أنت مشترك اشتركنا في القناة، ولا تنسى نشر قناتي. ويلا شباب خلينا نلعب. يا هلا فيكم مرة ثانية، وهذه واجهة اللعبة يا شباب، وخلينا نلعب. أوكي بلاي. طيب احنا في اليوم الأول يا شباب. طيب هذا جالس هنا ما أدري إيش يأكل، ما أدري يحب الأكل، برجر على بطاطس على بيتزا على أي شيء يا شباب. لازم نخلي الولد ذابو كرش خفف. أوكي يلا خلينا نخفف، يلا خفف يا حبيبي. نبي نجل دبو كرايش تهذي الموضوع، لازم فيه نخليه يمشي على السير ويسوي رياضة. فنص أغراض البيت جاية على وجهه. يلا حبيبي، يلا حبيبي، يلا يا حبيبي، يلا يلا حبيبي. الموضوع تراه كل شوية يزيد صعوبة يا شباب، عشان ما تتراكم عليها أغراض البيت. الحين لسه تلفزيونات، بعدين أغراض ثانية، طاولة، مكتب. أها أها اها شوف 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 الصعوبة، شوف شوف. لازم اخذ هذا. يا سلام عليك، يا سلام عليك. اها شوفوا، لو انه جت ثلاث تلفزيونات ما اقدر انقز، فانا خليني فوق احسن لي. اوكي العب 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 العب. ليه الصعوبة ذي؟ ليه حقد علي يا جماعة؟ ايش يلا ايش بيطيح؟ الحين حيطيح علي مكتب كبير. ايوه خليني اروح هناك. طب انت ناديتني من هنا بلا نصبة عليه، انت وجهك كذا. اوكي طيبين. اوكي حرام من البداية يا اخي، حرام. اهم شيء انها ما تطيح على راسي يا جماعة، اهم شيء انها ما تطيح على راسي. والله الولد مجتهد بيسوي رياضة، ما ادري ان الشحوم هذا كرايش تهذي. والله الكريشة ذي لازم تروح، لازم الدهون ذي لازم تروح، الدهون ذي في الكريشة ذي لازم تروح يا جماعة الخير. يلا نحارب نحارب من أجل البقاء، من أجل طحن الدهون. نحارب يا جماعة لإلغاء الكرش، لحرق الدهون. إنها الكرش يا سادة، الكرش التي أبكت الملايين. الكرش وما أدرك ما الكرش. طيب اوكي ندان هنا قال لي تحول السير هنا. اوكي اوكي قال لي السير تحول هنا. طيب يا حبيبي انت حول هنا السير، ونتجه في الاتجاه المعاكس يا جماعة. اننا حولناها الى سباق هجن. يهو 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 يا ويل ويلة يا ويل حالي يا ويل حالي، ولسه ما وصلت. نحف الولد، الكرش اختفت يا جماعة، اقسم بالله صار رشيق. يهو 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 ويل حالي جيتني واليوم. لا ما توريت ما توريت، خذ هذه. يهو يهو انزل يهو الحالي، عسى ما في فخ. اها قلب السير هنا يا جماعة. طيب اوكي بيتعال هنا. يا ويلي ويلا، طاولة على على مكوى. لا لا كذا النكبة، كذا النكبة التي أبكت الملايين. هذا كل لا 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 ما أقدر أركز، ما أقدر. بشويش بشويش يا جماعة، بالراحة 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 يا حبيبي بالراحة. خذ هذا أشربه. دولاب هزنا يا ولد، يا بارك الله فيكم. العاب بدأ الحقد، هذا بيطلعني المريخ. خل الولد خفف، الولد خفف. كمبيوتر كمبيوتر بس. اوكي 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 الطاولة تطيح، الطاولة لا تطيح. بسم الله بسم الله. الكرسي يا ولد يا ولد يا ولد، اننا نتقدم، الخطوات سريعة، اننا في تقدم. يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب وصلنا. طيب غير المسار احسن. انجاز، تعطاني قلب يا جماعة، والله انجاز مهم للغاية. يلا اللي بعد اللي بعد، متحمسين. اها يلا يلا بدينا الصعوبة مرة ثانية مع كرش جديدة، مع كرش جديدة. افا هذا وش البوكس؟ صبار الصبار، والله الصبار انه شكلي اذيني. دقيقة اقرب من اشوف. لا والله ما اذاني. خلاص خلاص قوم، نبدأ اخرها.
متى ما عندي والله اقلعك من صبار وخر الصبار والله اعطى هديه يحب قلبه بغيت اود الحمد لله اني في البدايه ولولولولولو هاي يا ولد الصبار 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 اه شو الغدره هذي شو الغدره يا ولد يا ولد غدره اقسم بالله العظيم يا ورع لا بارك الله في كريشتك الكرش بدات تروح يا جماعه الكرش بدات تروح ايوه نسم شويه راحت راحت لا تكفتك فصحى صحى على اخرها بغيت اودع تعبي لي روح والله اقلع انا في التلفزيون والله ايش انا فاض اذا اشتا ان شاء الله لازم اعطي الورع سكريات عشان يمشي بسرعه وين يقول لي تعال هنا لعب تلفزيون صبار ابل بدك والله لو طاحت فوق بعض لا اجلدك ها ليه تشوه كذا عشان ما اشوف يلا بس وخروا التلفزيونات حقتك اوه لا زاد الصعوبة لا قربت اوصل زاد للصعوبة والله لو نزلت تحت لين شوي لا بارك الله في عدوك بغير بغير تعال هنا اوكي العب يا الفخ خلاص ما راح اجازف هذا صبارات لا هذا ايوه اعطيه والله بيورطني اياه اوكي المشروب ما ادري ايش فايدته بس وصلنا يلا ورع اوصل اقسم بالله تقدمي زي الزفت يا جماعه لا والحالي جيتني واللي يا معيد عقب البطل يلا بسرعه فزت شكرا اعطاني قلب يا جماعه هذا ثاني ورع ذا نخفف كرايشته نبغى نجتهد مره ثانيه نشوف ايش في مستوى جديد ولا لا يا شباب والله خطيره ختمنا وصلنا هنا الثلاثه لازم نوصل هنا هذا ايش نبي نوصل ونوصل الهدف هذا ان شاء الله باذن الله راح اكملها اطلع لها جزء ثاني لان اللعبه خطيره شويه وزياده صعوبه طيب يا شباب وصلت لنهايه اللعبه لا تنسى تدعمني باللايك تفعل جرس التنبيهات اذا انت مشترك اشترك عندي في القناه ولا تنسى نشر قناتي تحياتي لكم جميعا سلام